السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه غيكون من دار صماط بين الولفة والحسني. هذه هي اكبر رحبة كانت في كازا حاليا في 3 سنين الاواخر ولا 10 سنين. اجواء رائعة، هذا الاكسيبار ديال الشيشاوة غتشوفوا الاضاحي كاين المليح تبارك الله. الثمن حنا ما مسؤولينش عليه، يجيو عدد الناس ان شاء الله راه يتصاوبوا معكم، غنحط لكم الرقم ديالهم كيف العادة. اجواء رائعة، اللهم بارك. كنتمنى التيسير لينا ولاد الاخوان واي واحد بغى يشري الاضحية وخصوصا الدرويش. مرحبا وتصاوبوا لي مع الناس اخويا. مرحبا. المهم راه كاين المليح هذا المكازا، هذاك الشيء اللي كاين، وهذا المكازا راه فيه المليح صراحة، وجيو عندهم يتصاوبوا معكم ان شاء الله. الرقم راه حطوه في فيديو، الله يسخر الجميع. ما تنساوش ابوني الناس الجدد لايك، وتحية عائلة قناة العصر الصغيرة والكبيرة. الله يسخر لكم يا اخوان، تبارك الله عليكم. والمقطع غيبدا من هنا، الله يسخر. جمهور قناة العصر، حنا كنتواجدوا في دار زماط بين الحي الحسني والفق. هذه أكبر رحبة كانت في كازا. هاد العام بحال كاينة الرحبة، كاينة الكراجات، غنوريكم السلعة ديال هاد الناس. المنطقة ديال الكسيبة شيشاوة. المنطقة ديال الكسيبة راه شيشاوة، كديرها السردي. البيع راه ماشي الكيلو، المعاينة. لا ما كيبيعوش هاد الناس الكيلو. غنعرفكم على الاثمنه ديال الاضاحي. الجوده راه كاينه، الجوده راه كتبان على الاضاحي. هانتوما اللهم بارك، راه كلشي صردي هنايا. الاخ هو اللي غيقربنا من هذه الكسيبه وغيعرفنا عليها، غنتعرفوا على الاثمنه. المهم كيف قال لكم الاخ، راه اضاحي هانتوما كتشوفوا، راه اللهم بارك، راه كاينه الجوده. هذه الكسيبه راه مليحه، ها بحال هذا الخير هذا تبارك الله. شحال داير؟ هذا راه داير 78. هانتوما انا غنقربكم، هذا راه داير 78. اللهم بارك. عندكم الخير، عندكم المليح صراحة. الثمن راه حاجة أخرى هذا العام، ما ندويوش حنا الثمن، ندويو حنا في المليح. هذا العام كاين شوية الصير، شوية كاين شوية الصير، الثمن مزيودة بزاف على الكساب. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين. هذا العام كاين شوية. انتوما بحال هذا الخير هذا اللي قدامك. المهم راه غنحط لكم الرقم ديال هاد الناس، اللي عجبات شي حاجة هو راه غيورينا الأضاحي، واللي عجبات شي حاجة راه غتواصلوا معاه. انتوما كتشوفوا راه الخير ديال الشيشاوة، حنا كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء. هذا 4000 درهم، هانتوما كتشوفوا. السنة الثني. هذا راه الثني، هذا هانتوما كتشوفوا. هاد الخروف راه الثني، اللهم بارك. المهم اللي بغى المليح يجي عند الناس، هاد الناس راه من شيشاوة، حنا كنتواجدوا بين الحي الحسني والولفة. الرحبة ديال دار زماط. هذاك الشيء اللي هانتوما كتجيو كل عام هنايا. كل عام كنجيو لهاد البلاصة. راه كل عام كيجيو هاد الناس لهاد البلاصة، وهانتوما كتشوفوا راه حليب تبارك الله ما شاء الله. كاين شي حبوبة ولا شي، كاين اللي الناس كيبيعوا الحبوب هنا. هذاك الشيء اللي كاين، راه كسيبة نقية. كان شي مشكله راه ما كاينش مشكل مع الناس، اي حاجه ديالكم مع الكليات ديالكم، ما كاين شي حاجه. هنا كاين سنه الحليب وثني، كاين اي تبارك الله ما شاء الله. واش هاد الكسيبه مزيوده عندكم؟ هاد الكسيبه ديال الدار. ديال الدار. انتما كتشوفوا ما شاء الله، اي هذا ثني، تا هو راه ثني، راه باينه من القرون. ثني هاد الخروف هذا تبارك الله. الثمن هنايا هذا 80، هذا 4000 درهم. انا نوريكم جر شويه يخرج يبان على الخرفان هاك. هذا 4000 درهم. هانتوما كتشوفوا الخيرات مولانا. المهم راه غنحط لكم الرقم ديال هاد الناس، غتواصلوا معاهم ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه راه يتصاوب معاك، راه 4000 درهم. اللي بغى شي حاجه راه غتجي تواو على راسك. هادشي اللي كاين، انا كنصور وصافي، كنحاول نجيب لكم داكشي تشوفوا. واش انا كنجي هنا كنشوف ونتمتع مع راساتي؟ راه حتى ما كنتيش كتمتع في هادشي، راه ما كاين والو. اللهم بارك. انت ما كتشوف، هذا 4000 درهم، راه ثني ديال الشيشاوة. تحيه للناس ديال الشيشاوة. المنطقه بالضبط الشيشاوة، الشيشاوة سميتها سيد المختار، بين الشيشاوة سيد المختار، بين الشيشاوة سيد المختار. اللهم بارك. السلعه راه سلام، داكشي المليح الطانقه هما اللي جاوا عندكم، بلونصه اللي جات عندكم هي اللي كتجي عندكم حتى للدار. كدير لكم على الطانقه ولا كدير لكم مع شي دواء كتداوي؟ كتجلب البهايم. كتجلب البهايم. كتجلبها وكتجلبها. وبالنسبه لهذا الشيء كيدار بالفلوس ولا كيديروه لكم؟ الدوله كدير داك الشيء. الدوله اللي كدير هذا الشيء، ما كتخلصوا انتم شي حاجه في هذا الشيء ديال الطانقه؟ لا كتخلص حاجه على حساب الجلبه، كتخلص شي حاجه. كتخلصوا على حساب الجلبه ولا الطانقه وداك الشيء؟ الدوله اللي كتكلف ياك. لا درتي شي حاجه ولا شي حاجه العلاف وداك الشيء. اييه راه داك الشيء اللي كاين، هذاك النمر اللي في ودنيك كتضربها في واحد السيت كتوريك المنطقه ديال الكسيبه وشنو واكل. رقم التليفون داك الشيء كل شيء. رقم الخروف يجيب السيد في المكان. اذا مزيانه الطان، قالوا لي داروها الكسيبه مزيانه. ما ياخذش شي واحد مزيانه لكم حتى نتوما. مزيانه حنا ومزيانه للضحايا. مزيانه للمواطن، داك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين. تبارك الله راه كلشي صردي هنايا. كاينه ثنيه وسنين الحليب هنايا. ثنيه وسنين الحليب كاينه. انتوما كتشوفوا اللهم بارك، خيرات مولانا. 80 وتحتو.
اقل حاجه قلتي لي هي 70 70 66 68 هنايا حتى اغلى حاجه هنا 82 اغلى حاجه 82 وريني الحوله ديال 82 يلا هاتي ما كتشوف او الاخوان جاونا تحيه الناس ديال شيشاوه اخويا تحيه شيشاوه تبارك الله ما شاء الله راه خير موجود راه تبارك الله راه كسيبه مليح تبان تشاو على راسك ملي كرسي بين مليح هذا الشيء اللي كاين هذا راه 82 هذا 4100 درهم كنتو كتقولوا فيه 95 هذا اثني راه اثني اثني هذا الخروف راه باينه من القرون تبارك الله كل شيء باين تبارك الله هذا الخير هذا شحال واصل شحال خرجوا نشوفوه شوفوا الحوله ديال 90 هذا راه 4500 درهم اللي بغى الدرهم راه ثني ياك تبارك الله ما شاء الله عندكم المليح صراحه كاين المليح كمان المواطن يحكم عليه ولكن المليح راه كاين اللي بغى حول مليح راه غيجي عند الاخوان ان شاء الله حنا راه في كازا كيف قلت لكم حنا كتواجدوا في دار زماط بين الحسني والولفه 4500 درهم حدا المسجد حدا راه غنخليو لهم الرقم الا كانت شي حاجه راه غيتواصلوا معكم وتنعتوا لهم مباشر راه حدا المسجد انا كنساعدوا مع الناس داك الشيء اللي كاين داك الشيء اللي كاين وراجيو غيتصابوا معكم هذا الشيء اللي كاين تصابوا لي مع الناس ان شاء الله الا جاو ما شاء الله المهم حنا راه كنوريكم هذا الشيء تبارك الله راه خير موجود المواطن كيتشكى شويه من الثمن هاد العام مزيد على بزاف كنا كنخوضوا ب 40 ولا 120 بزاف هادشي على علفني المهم على حسب ما سمعنا راه كلشي تزاد اللي كانت دايره 50 ولا دايره 100 ولا تفات 100 لا ماشي هاد زاد اه واش غادي الله يصاوب وصافي كلشي غالي صراحه بزاف الحولي راه المليح راه كاين من دابا دابا وكاين الجفاف الناس داكشي اللي كاين راه كلشي غلا كاين كيكون الجفاف راه تكون طالع السومه شويه عندك زيد دابا شحال ويا كتعلف علفك تاع العام ديال العلف هذه عام ديال العلف عام عندي دابا الشتاء ما جاش ما كاينش تسد على حتى رمضان ولا لا لا ما كاينش واخا تبيع حميه ما تخرجش مزيان ما تخرجش فيها تبارك الله ما شاء الله واش بد لينا شي حاجه اخرى عاوتاني هادشي كتشوفوا خيرات مولانا هو جبد لنا الخرفان ها هو جبد لنا واحد الحاولي تبارك الله راه كسيبه نقيه تبارك الله صراحه كسيبه مليحه وكسيبه نقيه صراحه الخير شحال هذا الخير هذا 4500 درهم هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله اثني كنشوف ما عندكمش الرباعي لا لا الرباعي ما كاينش الرباعي ما خدامش ليكم انتوما لا لا كيهرب الناس ما كيبيعش ياك متفق معاك كاين اللي كيخاف من الرباعي كاين اللي كيخاف من الرباعي متفق معاك اغلبيه الناس كيبغيو يتنسنا الحليب الحمد لله كيكون كيكون شويه قاصح حنا في قطبان ما الطياب راه كيطيبوا كلشي القطبان اللي كيكون فيه مشكله ما انتم كتشوفوا هنا تبارك الله راه الخير موجود عند الناس اللي بغى المليح صراحه يجي عند الناس راه قلت لكم المنطقه نعاود نقول لكم حنا كنتواجدوا في دار زمار بين الحسني والولفه حدا الجامع راه غنخط لكم الرقم ديال الاخوان تواصلوا معاهم اللي بغى شي حاجه الله ييسر لكم وليهم حتى هما ان شاء الله هاد الاضاحي راه كيف قلت لكم راه ديال الشيشاوه مباشره اليوم الجمعه اليوم الجمعه كيف قالنا الاخ ان شاء الله هذا الفيديو غيتلاح اليوم الجمعه ان شاء الله اليوم غيتلاح ان شاء الله وتبارك الله ما شاء الله راه كتشوفوا الاضاحي كاين الجوده صراحه عندكم الجوده كاين المليح كاين المليح ثم انت جيتو ماشي يومين دابا باش جيتو هنايا وكاين البيع كاين تبارك الله على الكليان كنبيعوا الناس بزاف كاين البيع توريني الاضاحي اللي تباعوا اضاحيهم داخل نشوفوهم مرحبا اييه غنوريكم الاضاحي اللي تباعوا المهم هذا تبارك الله هذوما الاضاحي اللي تباعوا هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله عندي فيهم راه العلف بحال قاعدين بحال باقي ما تباعوش بحال باقي ما تباعوش قول لي هذاك الشيء راه فيه التقليد وفيه المسؤوليه المهم الاضاحي هما اللي تباعوا راه كنقولوا فيهم بحال هذه اللي عندنا نصور لكم من تحت يعني راح تسادين عليهم باش ما يخرجوش ما يتخلطوش مع الاخرين هما هذوما اللي تباعوا تبارك الله ما شاء الله الله يسخر لكم انتوما والخير راه موجود صراحه جاي الله يسر الجميع مرحبا هذا الاضاحي حتى هي حتى هنا شيشاوه ياك معلم نفس المنطقه الشماعيه الشماعيه هذه المنطقه
المهم هاد الاضاحي حتى هما راه دوزين الشماعيه المهم حط لكم رقم واحد اللي بغى شي حاجه راه غيجي وقدر سكريني الحولي في الفيديو جيبوا الناس راه يجبدوه لك ياك بحال دابا جاب لك الصوره ديالو اييه ان شاء الله الا كان ما نبيعوش راه يجبدوه لك الاخوان شحال داير هذا الخير هذا اللي قدام 86 هنا 86 80 بحال هذا الخير هذا 80 هذا راه 4000 درهم هو اللي قدامي هو كيبان لي هذا رسنا الحليب لا اثنين راه اثنين خروف هذا ما كتشوف تبارك الله ما شاء الله الخير راه موجود هذا العام كاين الاكتفاء حولي موجود عطاه الله الحمد لله قدرت تعمل رخاص في الاخر يقدر يقدر ياك الا حك مع فاش كتكون القطره كتبقى واحد يومين ثلاث ايام يقدر كيقدر السوق ينزل كانت القليله راه السوق عاوتاني كيعاود يطلع تبارك الله ما شاء الله السلعه ديال الشماعيه تبارك الله ما شاء الله الله يسخر لكم انتوما هانتوما كتسمو الاثمنه 4000 400 درهم ورا ملي يجيو ان شاء الله تصاوبوا معاهم هذا أيوة الثمن الاول الله يا ودي ما يجيو يزعموا عندكم ان شاء الله راه حط الرقم نتمنوا يجيو الناس ان شاء الله والمهم المليح راه كاين الجوده راه كاينه عندكم هذا هو المهم هنايا وبالنسبه للعلف اش كتعطيو الحسيبه كاينه الذره وكاين الفول كتعطيو الذره الفول وكاينه رويزه ورويزه وشحال هاد الحواله باش كتعلف دابا المده ديال باش سادين عليهم شحال واش نتوما سادين على هاد الحواله عام ونص ديال 2000 هذا العام ما كانش هذا العام كان الجفاف كان العام ما جاش العام زين ما جاش زين والله يدير شي تاول لينا وليكم ان شاء الله الله يسخر لكم دنيا واخره تبارك الله عليكم اللي بغى شي حاجه على الراس العين عند الناس الله يسخر